السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففروا إلى الله. الله أكبر. المولى عز وجل حينما تكلم عن سعي العبد سواء في أمور الدنيا أو الآخرة قسم ذلك إلى أربعة أشياء. فحينما تكلم عن الرزق وعن السعي على أمور الدنيا قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى. وحينما تكلم عن الصلاة قال: فاسعوا إلى ذكر الله. وحينما تكلم عن المغفرة والجنة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وحينما تكلم عن السير إلى الله قال جل وعلا: ففروا إلى الله. الله أكبر. فلو أننا فررنا إلى الله لوفقنا الله عز وجل لكل تلك الأشياء. تخيل لو أنك فررت إلى الله، فررت من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإيمان، من العمل السيء إلى العمل الصالح، من الأكل الحرام إلى أكل الحلال، من الألفاظ البذيئة إلى الألفاظ الطيبة، من هجر القرآن إلى تلاوة القرآن، من ترك قيام الليل إلى قيام الليل، من كل شيء مذموم إلى كل شيء محبوب عند الله سبحانه وتعالى. تركت كل ما لا يرضي الله إلى كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى. تركت التبرج وربنا رزقك بالحجاب. تركت الغيبة والنميمة، وتركنا جميعا الغيبة والنميمة والكذب والقذف والبهتان وغير ذلك، وما فعلنا إلا كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلو أننا فررنا إلى الله لأكرمنا الله عز وجل بسعة الرزق وبتيسير العبادة والتوفيق إلى كل ما يحبه ويرضاه. لأننا إذا أتينا الصلاة ما أتينا إلا بتوفيق الله، وما فتحنا القرآن إلا بتوفيق الله، وما ذهبنا إلى الحج وما صمنا رمضان وما زكينا إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يعين العبد على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلن نستطيع أن نذكر الله إلا إذا وفقنا الله، ولن نستطيع أن نشكر الله إلا إذا وفقنا الله، ولن نستطيع أن نحسن العبادة لله إلا إذا وفقنا الله، وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا فررنا إلى الله أكرمنا الله عز وجل بسعة الرزق من الحلال، وأكرمنا الله عز وجل بالتوفيق في كل أنواع العبادات، وأكرمنا الله عز وجل بالمغفرة والعفو والرحمة، بل وجنة عرضها السماوات والأرض، وأكرمنا الله عز وجل بأن آوانا وقربنا ورزقنا لذة النظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة، في تلك الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين، وقال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده أنا وإنت وإنت وكلنا محتاجين نرفع شعار ففروا إلى الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان